هلا واضح، أنا ديما الشعار، شيف واستشارية بمجال المطاعم والسياحة. هلا بلش الباشن من عيلة هي بتحب الأكل، وبعدين بلشت كلعبة، وبعدين بلش هيك حلم صغير يكبر شوي شوي. هو صديق والدي وقتها هو اكتشفني وقال لي انه انت لازم انه تطلعي وتدرسي انه تعملي شيء بمجال الاطعام. فهون بلش الحلم وبلش يكبر. فانتقلت من سوريا وقتها على موريال على كندا ودرست بهذا المجال اللي هو اطعام واداره مطاعم، ومنا انطلقت. هلا من احدى المشاركات اللي هي كانت توب شيف على الام بي سي، أنا بعتبرها من الأشياء اللي كانت بوزيتيف بحياتي، عطتني كتير دعم ودفش لقدام، يلي هو أول شيء على الصعيد الشخصي. This is my happy world. وهول الشباب اللي نحن دوماً بنكبر فيهم، يعني نحن بلاهم بهاي المصلحة ولا شيء. عندي ميشن يلي هو كل سنة بطلع لخمس بلاد، whether it's Europe، بأمريكا، بكندا، بس يعني يصير انه نشر لثقافة المطبخ السوري، هي اكثر انه يعني to exchange the culture. اكثر كلمة احيانا بسمعها انه يعني انا رجال مجوز وعندي اولاد، فبتقبل وما بتقبل. يعني ما عندنا نحن شيء بالمطبخ، ما في شيء اسمه رجال، يعني ما في شيء اسمه مؤنث ومذكر، تمام؟ كله جاي يشتغل. يعني هن حتى مثلا عندهم مشكلة بالتراتبية احيانا، انه كيف مثلا اليوم مرة هي عم تقودنا، فبقول لك ما كانت هي سهلة. فترة مثلا كنت قاعدة بندوة كلها نساء وهيك، فقالوا لي انه اذا فيكي تعطي مسج مثلا لامهات مثلا شو بتقولي لهم؟ قلت لهم واحدة من الاشياء اللي بتخلي، يعني انا اليوم اذا كنت كأم، واحدة من الاشياء اللي بتخلي اولادي يكون عندهم حلم، لانه انا قصتي بلشت بحلم.